بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصى دائما بإحضار النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نية المتحدث ونية المستمع ونية السائل والمتداخل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه عبادة في هذه الأيام المباركة، في هذا المكان المبارك أيضا، والموضوع مبارك. الموضوع السيرة النبوية تشغل بال الكثيرين، وهناك أسئلة يحتاج المسلمون أن يجيبوا عنها بدقة وبصراحة. المسلمون لا يتفقون على شيء كاتفاقهم على السيرة النبوية. يعني مثلا نحن في الفقه عندنا مذاهب، في مثلا علم العقيدة وعلم الكلام عندنا مذاهب، في كثير من حتى في الأصول عندنا مذاهب، لكنه في السيرة النبوية يكاد كل المسلمين يتفقون على أن السيرة النبوية هي مثلهم الأعلى، وأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة لكل مسلم ولكل مسلمة. وهذا الاتفاق كان ينبغي أن يقود إلى توحيد المسلمين، لأنه وجود دليل واحد على طريق واحد يقتضي أنه الناس الذين يسيرون خلف هذا الدليل أنه يتوحدون في مسيرتهم. نحن نعاني طبعا من مشكلة التفرق، من مشكلة الاختلاف، والسؤال الكبير طيب أين هؤلاء من الدليل؟ إذا كان دليل الجميع واحد ونحن كلنا متفقون على أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني سمنا ما شئت في أي مجال، في أي مدرسة، تحت أي عنوان، لكن هل هناك شك في أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الواجب الاتباع على الجميع؟ هل هذا محل خلاف؟ طيب إذا كان هذا ليس محل خلاف، فإذا لماذا هذا التفرق في المناهج ليس في الأحكام الجزئية؟ يعني قضية مثلا هيئة من هيئات الصلاة، قضية حكم من أحكام الوضوء، هذا مفهوم. حتى في تفسير آية مثلا في اللفظة تحتمل أكثر من معنى، لكن عند المسلمين اليوم خلافات منهجية كبرى. يعني هذه الجماعة نظرتها للإسلام تختلف عن نظرة هذه الجماعة الثانية. طيب كيف ممكن يحصل هذا إذا كان الاثنين الجماعتين متفقتين على أن دليلهم للحق وللخلاص وللنجاة في الدنيا والآخرة هو واحد، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الإشكال الذي يدعونا دائما إلى مراجعة موضوع السيرة النبوية والموقف من السيرة النبوية. طبعا الصحيح أيضا على أقل تقدير حتى ما نكسب سوء الظن بالمسلمين، أنه يجب أن نحيل الموضوع دائما إلى الفهم وليس إلى النوايا، لأن أخطر شيء حينما نتهم النوايا. يعني حينما نقول بأنه هؤلاء يحاربون السنة أو يحاربون المنهج الصحيح، لا يوجد مسلم يحارب السنة، لا يوجد مسلم يتنكر لوجوب الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، على أقل تقدير من الناحية النظرية. كلامي صح ولا فيه إشكال؟ على أقل تقدير من الناحية النظرية، لا يجرؤ مسلم حتى في داخل نفسه أن يقول والله أنا لست ملزما باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كيف يكون مسلما بعد؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني قد تأتي مثلا أفكار شاذة منحرفة لا نعلق عليها كثيرا، مثل جماعة يقولون نحن قرآنيين، يقصدون بالقرآنيين يعني يتبعون القرآن دون السنة. طبعا هذا كلام سخيف باختصار، لأنه هو القرآن يأمرنا باتباع السنة، صح هذا الكلام؟ يعني هو القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما عندنا يعني ما عندنا مثلا خلاف حقيقي حول وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نحيل الأمر إلى الفهم أحسن، حتى نتناقش في الفهم. طالما نحن متفقون في موضوع في الأساس
إذن عندنا مشكلة في التطبيق، في التطبيق يعني في كيفية نفهم هذا الحدث، كيف نستفيد من هذا الحدث إلى آخر. أنا يعني أحاول أن ألخص مثلا بعض الأخطاء المنهجية العامة التي لمستها مثلا عند كثير من المسلمين، وممكن تساعدوني إذا كان هناك مثلا مؤشر آخر. عندنا طبعا خلل في قضية توثيق السيرة النبوية، يعني مرات مثلا تنقل أحداث ليست صحيحة، وقد اهتم مثلا بعض العلماء خاصة يعني المتأخرين قد اهتموا مثلا في تحقيق السيرة النبوية، وهذا شيء جيد، وهذا يعني يحل، مفروض أن يحل هذا الإشكال. وأنا أنصح مثلا بقراءة السيرة النبوية الصحيحة لشيخ الدكتور أكرم العمري، هو حقق السيرة النبوية، وهو رجل محقق من طراز فريد، وأنا لا يعني أعمل دعاية لهذا الكتاب أو لهذا الرجل بالرغم أنه أستاذنا وشيخنا، لكنه بشكل عام أنه محاولة جيدة، أنه نبدأ حتى على أقل تقدير ما تشتبك علينا مثلا الروايات الصحيحة بالروايات غير الصحيحة. وهذا جهد المحدثين من قديم في تمييز الحديث، في الحديث الصحيح عن غير الصحيح. لكن عندنا أخطاء منهجية أخرى، مثلا الجانب النفسي المتحكم في طريقة قراءة السيرة النبوية. يعني دائما مثلا الشخصية العربية بالذات تبحث عن البطولات، صح هذا الكلام؟ يعني تستهويها البطولة، وذلك تشوفون مثلا عادة في المواعظ دائما تذكر البطولات، تذكر المواقف الحادة، ما تذكر مثلا القضايا المرونة، مثلا فقه العلاقات. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته دائما كان بالمفهوم المبسط، كان بطلا مثلا؟ يعني مثلا حينما نأخذ مثلا أي حدث من أحداث السيرة يتناول بطريقة تعبوية، يتناول بطريقة تعبوية، بحيث لما نصطدم في واقع آخر نحتاج إلى شيء من المرونة، نفاجأ بشبابنا يعني يستنكرون كيف يحصل هذا، يعني لأن هو لم يقرأ من السيرة، لم يقرأ من التاريخ الإسلامي، حتى من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا البطولات، وبالتالي تشكلت عقلية معينة للنظر إلى السيرة النبوية وإلى التاريخ الإسلامي، هي عقلية البطولة. أما مثلا أي مجال آخر فيه شيء من المرونة، فيه شيء من تقدير الموقف، يعني مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في معركة الأحزاب فكر بأن يعطي مثلا شطر ثمار المدينة للقبائل المتحالفة مع قريش، صح؟ طيب غطفان، طيب ما هذا؟ أين موقع مثلا السيرة النبوية من هذا؟ أنا الآن ماذا أستفيد من هذه على أقل تقدير؟ هل يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفكر بشيء يخالف عقيدة الولاء والبراء مثلا؟ لأن هذه اليوم بسهولة ممكن تدخل في باب الولاء والبراء، لماذا لم تدخل مثلا في زمن، ليش الصحابة لم يفكروا بأن هذا يبحث في دائرة الولاء والبراء، وإنما هم بحثوها كحقوق شخصية؟ حتى لما ناقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلمون أن هذه حقوقنا، هذه ثمارنا، لماذا نعطيها لغيرنا؟ صح هذا الكلام؟ يعني هذا الخلاصة، يعني ما خطر في بال الصحابة رضي الله عنهم أن يبحثوا الموضوع هذا من زاوية الولاء والبراء. لكن اليوم هذا لو يطرح، لو يقال بأن مثلا الحكومة التركية مثلا جاءت تتفاوض مثلا مع الأمريكان من أجل تخفيف مثلا الضغط الاقتصادي أو شيء على حول موضوع القس وكذا، رأسا الشباب يدخلون الموضوع في باب الولاء والبراء، وندخل في مناقشات عقدية. هذا سببه أنا في تقديري هو الخطاب التعبوي أو القراءة التعبوية لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقرأ السيرة من أجل أن نقتدي بها اقتداء شاملا، وإنما من أجل أن نحرض المؤمنين، نعم، يعني نستشهد بالعبارات القوية والمواقف القوية. عندنا أيضا الاهتمامات يعني في المدارس، يعني مثلا إذا كانت المدرسة مثلا السلفية تركز على جانب العقيدة، هي راح تبرز الأشياء التي
التي تثبت هذه الأشياء أكثر. بينما مثلا الإخوان لما يكونون مثلا منهجهم، اعذروني على ذكر الأسماء، الإخوان لما يكون هم مشروعهم مشروع سياسي بالأساس أكثر يعني، فراح يركزون يبرزون القضايا السياسية في السيرة. الصوفية راح يركزوا لك على قضايا الحب الإلهي ومدري إيش والذكر يعني هذه طبيعة الأشياء. يعني بمعنى أنه كل مدرسة تحاول أنه تبرز من السيرة النبوية ما يناسب طبيعتها وطبيعة اهتماماتها. اللي يتكلم في العقيدة راح يأخذ مواضيع العقيدة، واللي يتكلم بالروح والعبادة راح يتكلم يأخذ مواضيع الروح والعبادة، واللي يتكلم بالسياسة راح يتكلم. يعني بمعنى أنه ممكن نقول هناك طريقة انتقائية، لكنه ليست بسوء نية، وإنما طبيعة اهتمام الشخص. يعني طبيعة اهتمام الشخص، اهتمام الشخص أو اهتمام المجموعة أو اهتمام الجماعة، هي بأي شيء، بأكثر شيء مهتمة هي راح تحاول أن تستقي من السيرة ما يساعدها. طبعا هناك هذا، أنا هذه الطريقة لا أعترض عليها كثيرا، لكنه أعتقد أن هي جزء من الإشكال الذي نحتاج أن نتعاون على حله. لكن الطريقة الأخطر من هذه هو عملية التوظيف، بمعنى أنه هو أخذ الحكم مسبقا، أخذ القرار مسبقا قبل أن يلجأ إلى المصادر الشرعية في الكتاب والسنة، ثم يذهب إلى الكتاب والسنة والسيرة من أجل إيش؟ من أجل أن يتسلح في باب الخصومة والمناكفة، يتسلح بالنص. هو لا يقرأ السيرة قراءة موضوعية كاملة، وإنما هو من أجل أن يتسلح، يعني يتسلح بالنص النبوي في مقابل الناس المعترضين عليه. هناك فرق إخواني بين أنه نقول نحن مصدريتنا مرجعيتنا الكتاب والسنة، هذا يعني أنه نحن ننطلق أساسا من الكتاب والسنة. أما الذي يقول بأنه مرجعية الكتاب والسنة يقصد أنه هو يتبنى القرار بطريقة أخرى، بطريقة الشورى، بطريقة السمع والطاعة، بطريقة المزاج، بطريقة الضرورة، بطريقة الضغط، إلى المصلحة، أي شيء يتبنى القرار ثم يذهب إلى الكتاب والسنة من أجل أنه لعله يجد سندا. وتعرفون أنه مواقف السيرة النبوية مواقف مختلفة بحسب اختلاف المواقف أيضا. يعني الرسول في مكة وغير الرسول في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كان يتعامل مع اليهود في بداية الهجرة غير تعامله مثلا في الأخير. ومن ثم الذي يستشهد، إذا كان هو يستشهد بالسيرة النبوية استشهادا علميا، المفروض أن يستحضر كل هذه الأشياء ويقرر مثلا أنه أن هذا يستشهد به في الحالة الفلانية، هذا بالحالة الفلانية، هذا بالحالة الفلانية. نحن مثلا في مرحلة الضعف نستشهد بالحالة رقم واحد، في مرحلة القوة نستشهد بالحالة رقم اثنين، في مرحلة السلم عندنا حادثة، في مرحلة الحرب والصراع المسلح نحتاج إلى وهكذا. لكنه في بعض الأحيان نعم، وهذا مؤسف، أن تكون الاستشهاد معكوس، أنه المسلم لا يأخذ الحكم من القرآن والسنة، وإنما يأخذ الحكم من أشياء أخرى، ثم يجتهد في أن يبحث في الكتاب والسنة من أجل أن ينتصر لرأيه، وهذا نسميه الاستشهاد المعكوس، وهو سبب من أسباب عدم قدرة المسلمين على أن يوحدوا مناهجهم الكلية على أقل تقدير مع عقيدتهم الثابتة أنهم يسيرون خلف قدوة واحد وأسوة واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك سؤال سريع حول هذه النقطة، حول هذه المنهجية، نأخذ سؤال واحد بدون تعليق طويل، بس سؤال، لأن بعدين ممكن نفتح مجال للحوارات والأسئلة. تفضل. في آخر كلمة أنه على قدر معرفتنا بالحالة الراهنة التي صار بها الحدث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية التعامل مع اليهود أو نهاية السيرة، هل معنى ذلك أننا نحتاج أو نستطيع أن نصل إلى منهجية منضبطة في استدلالنا بالسيرة عن طريقة القياس وفق البيئة المشابهة؟ هل هذا الجهد بذل به حق بالتالي نقول نحن أدينا الحق المناسب للسيرة النبوية فجعلناها منهجا للحياة، أم بقيت لحد الآن هي موضوع الهوى؟ أنا أستشهد بما شئت من السيرة، إذا أردت حارب أذهب لنص الحرب، إذا أردت السلام أذهب لنص السلام. أنا أرى أن السيرة هي منهج واضح، لكن خطأنا في طريقة الاستنتاج منها في وضع النص في محله الصحيح. أنا أؤيدك في هذا. لا توجد مع الأسف عندنا دراسة عملية بحيث يستطيع مثلا أي
عامل في الحقل الإسلامي أو في المشروع الإسلامي أو الجماعات الإسلامية أن يقولوا مثلا هذا كتاب في السيرة النبوية يشرح لنا الحالات بانضباط، وإنما هي لا زالت مصدر يلجأ إليه الدارسون أو الباحثون، يفكرون فيه، يأخذون منه مثلا ما ينفعهم بشكل أو بآخر. هناك محاولات يعني، لكن أنا في تقديري السيرة النبوية لم تخدم في هذا الجانب، خاصة أن كثير من الذين كتبوا في فقه السيرة لم يكونوا أصحاب مشاريع واضحة أو مشاريع لبناء الأمة، لأن أساس السيرة النبوية هي مشروع بناء أمة، صح كلامي؟ أساس السيرة النبوية هو مشروع بناء إيش؟ بناء أمة. فيفترض أن الذي يكتب في فقه السيرة من هذا المنطلق. وذلك مثلا أنا ما أعترض على شخص، الذين الأحياء منهم والأموات، لكن مثلا ماذا ينتظر من الشيخ البوطي أن يكتب في فقه السيرة مثلا؟ هي ما هي اهتماماته أصلا؟ يعني هو ليس صاحب مشروع لبناء أمة بغض النظر عن كل شيء. ومن ثم جاءت الاستشهادات التي عنده والنقاط التي ركز عليها، في الأغلب عنده مشاكل مثلا مع بعض المشايخ، مع بعض الكذا، مع بعض، وهو يحاول أن يستنبط مثلا بعض الأشياء الجزئية، لكن ولا يستطيع أن يستنبط مشروع لبناء أمة. يعني أنا كنت أتمنى مثلا أن الذي يكتب في فقه السيرة مثلا رجل مثل صلاح الدين الأيوبي، إذا كانت الرسالة وصلت، يعني أنه مثلا صاحب مشروع عملاق طيب لبناء أمة، واعي بالاستراتيجيات والمخاطر والظروف التي ممكن أن يمر بها المشروع الإسلامي، و و و وهذا لما يقرأ السيرة راح يقرأها بطريقة مختلفة عن يقرأها مثلا أكاديمي في الجامعة، ولا شيخ في الجامع، ولا واعظ مثلا من الوعاظ. أكيد المسألة ستختلف. هل السيرة نحن ننظر إليها على أنها مثلا مصدر الاستقامة، مثلا كيفية مثلا يعني الذكر مثلا، أو كيفية مثلا التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف كم مثلا كتب الشيخ البوطي في السيرة النبوية في فقه السيرة حول قضايا التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كانت هذه المسألة مطروحة بينه وبين بعض المشايخ. فهمت علي؟ هذا معناه أنه التكوين الشخصي، التكوين الثقافي للشخص والاهتمامات الشخصية هي تؤثر في نمط استنباط السيرة النبوية أو دراسة السيرة النبوية. الشيخ الغزالي مثلا، محمد الغزالي، كتب أيضا في فقه السيرة بنمط آخر، لكنه لا يفي بالغرض. الشيخ الأستاذ أسنادنا الدكتور عماد الدين خليل كتب كتاب جيد، دراسة في السيرة النبوية، وكل هذه الأشياء ممكن تفيدنا بالمجموع، لكنه ليست هي التي تجيبنا على السؤال الكبير: كيف نستطيع من خلال السيرة النبوية أن نتوحد؟ كيف نستطيع من خلال السيرة النبوية أن نبني مشروعاً إسلامياً على أقل تقدير واضحاً في مناهجه، في خطوطه العريضة؟ يعني لا يمكن أن يأتيني شخص مثلاً يقرأ السيرة النبوية قراءة صحيحة ثم يقول أنتم ليش تدخلون الإسلام بالسياسة مثلاً، فهمت علي؟ والسيرة النبوية هي كلها عمل، في الأخير هو عمل حركي وعمل سياسي. شكراً لك. نحاول أنه نأخذ عينات مثلاً من تسلسل مثلاً في كتب السيرة النبوية أو في مواقف السيرة النبوية. أنا طبعاً لا أستطيع أن أعطيكم السيرة النبوية، وإنما أحاول أنه نتعاون، نتساعد في أن نجد مثل بعض المفاتيح من خلال بعض الأمثلة. مثلاً حينما نأخذ مثلاً أرض البعثة، حينما يتكلم كتاب فقه السيرة عن أرض البعثة، في الأغلب ماذا يتكلمون؟ نقصد بأرض البعثة إنسان البعثة، طبيعة المجتمع، طبيعة الناس، يعني المنطقة، الجغرافيا، الآخر. المنحى العام الذي وجدته أنه دائما الكلام عن ميزة العرب، العرب أهل الأخلاق، والعرب أهل الكذا، والعرب أهل، فهمت علي هذا الكلام؟ وأن الله اختارهم لهذا الغرض. يعني حتى من يذكرون مثل موضوع الكرم، موضوع الشجاعة، موضوع يعني أشياء من هالقبيل، وربما يستشهدوا مثلا بحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويحصرون الحديث العرب يعني في البيئة العربية. لو جينا مثلا نقرأ هذا الموضوع ونجيب عن هذا السؤال بطريقة علمية تحليلية، يعني نتعاون على التفكير التحليلي، ماذا سنجد؟ أولا، الإسلام هو مشروع جديد، صح؟ الإسلام مشروع جديد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينشئ مشروعا جديدا للأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو فكرنا بمنطق
أين ممكن أن ينجح المشروع الإسلامي من الناحية الجغرافية أو الجغرافية السياسية؟ أين ممكن أن ينجح؟ لنفكر مثلا لو بعثت الدعوة مثلا في بلاد فارس، بلاد فارس محكومة من قبل نظام واحد، جيش واحد، شرطة في كل قرية في كل مدينة، يعني هذا لو يضيق عليه في مدينة مثلا من بلاد فارس وين راح يهاجر؟ مدينة ثانية؟ ما ينفع صح؟ لأنه الدولة هذه محكومة من قبل نظام واحد. عدم وجود دولة في الجزيرة العربية هي سلبية صح؟ سلبية بالمنظور السياسي، هي سلبية ليست ميزة. يعني لا نقول بأنه ميزة الجزيرة العربية أنها ما شاء الله أنها ما بها دولة، هي سلبية، بس هذه السلبية مناسبة لمن؟ للمشروع الجديد، بمعنى أنه المشروع الجديد لا يمكن أن ينشأ في بلاد فارس اللي محكومة من قبل حكومة واحدة قوية قبضة حديدية. البلاد الخاضعة للرومان، البلاد الخاضعة للحبشة، حتى مصر، حتى سوريا، حتى الشام، يعني حتى العراق، كلها كانت هذه خاضعة لإمبراطوريات كبرى ومحكومة بقبضة حديدية. إذن وجود أرض تسمح للمرونة، للمناورة، للحركة. الرسول ضيق عليه في مكة راح للمدينة صح؟ المدينة الوضع أفضل، بس هذا في بلاد فارس ما يمكن، في الروم ما يمكن. وبالتالي هي قد لا تكون الأسباب كلها هي أسباب إيجابية، هي إيجابية من حيث كونها صالحة للمشروع الجديد، لكن هي بنفس الوقت هي ليست إيجابية. هذا مثال. مثال ثاني، الفرد في بلاد فارس، الفرد في بلاد فارس، في بلاد الروم، في مصر، في الحبشة، فرد مستند إلى الدولة في حماية نفسه، في رزقه. كلامي صح هذا؟ مستند لمن؟ لحماية الدولة. الفرد في الجزيرة العربية مستند على نفسه، لما توجد دولة، يعني هو المكلف بحماية نفسه، هو المكلف بحماية بيته، هو المكلف بحماية أرضه، هو المكلف بحماية ماله، عرضه، إلى آخره. ومن ثم موضوع الشهامة والنخوة والشجاعة والكذا صحيح أخلاق جيدة، لكن ترى هذه تكونت من ناحية سلبية كبيرة، لأن مجتمع بدوي إذا لا يحمي نفسه، إذا لا يمتلك الشجاعة سينتهي، سينهار. الشخص الذي لا يمتلك الشجاعة في أن يحمي نفسه ويحمي أهل بيته سينتهي. كلامي هذا واضح شباب بنات أخواتي؟ واضح كلامي؟ يعني بمعنى أنها سلبية هي في الحقيقة، أنه لا توجد دولة، لا يوجد قانون، لا يوجد نظام، هذه كلها سلبيات، هذه ليست إيجابيات. لكن هذه السلبيات انبنى عليها إيش؟ انبنى عليها إنسان شهم، شجاع، غيور، متسلح، يمتلك السلاح. لا يوجد عربي لا يمتلك السلاح، لماذا؟ لأنه لا يوجد جيش، لا يوجد شرطة، لا يوجد مركز أمني. ليش مثلاً بالمدن يقل السلاح عادة، خاصة المدن المستقرة اللي ما بيها فوضى؟ ليش يقل السلاح؟ لأن ما يحتاجون السلاح، السلاح بيد من؟ بيد الدولة. طيب إذا ما في دولة؟ ومن ثم أنت لما تجي تقول مثلا الله اختار جزيرة العرب، يعني يا أخي الله اختار جزيرة العرب لأنه كل عربي هو مسلح، كل عربي هو جندي، هو لا يحتاج إلى تدريب، لا يحتاج إلى تدريب. بينما لو كانت البعثة مثلا في بلاد فارس أو بلاد الروم أو كذا، فستجد أن هؤلاء ناس مساكين لا يستطيعون طبعا أن يقاوموا الدولة، وليس عندهم قدرة على حمل السلاح، كناس عاديين، إضافة إلى الموقع الجغرافي أو الموقع الجغرافي السياسي. حتى موضوع مثلا الكرم والشجاعة والكذا، لما تقرأ في هو الله لم يخلق العرب من طينة أخرى، يعني وإنما طبيعة الإنسان البدوي في الصحراء هو يحتاج إلى إبراز قيمة الكرم، لأن قيمة الكرم تحمل الجميع. الناس في الطرقات، ماذا قال؟ إن جلبت ضيفا فأنت حر. هو لماذا؟ لأن الناس في الصحراء لا توجد مثلا خدمات دولة، لا توجد إمكانيات دولة، فمن الذي يرعى مثلا المستطرق في الطريق، المنقطع في الطريق؟ من الذي يرعى؟ إذا لم يعني يحمي المجتمع نفسه بمثل هذه القيم، فالمجتمع سيتعرض لكوارث وسيتعرض لنكبات. بينما الإنسان مثلا ابن المدينة لا يحتاج إلى الكرم هذا. ليش الآن مثلا، مع احترامي طبعا لابن المدينة وابن الريف، ليش مثلا ابن البادية دائما يكون مثلا أكثر حاجة لإظهار قيمة الكرم من ابن المدينة؟ لأن المدينة موجود مطعم، موجود فندق، موجود يعني البدائل موجودة. ابن البادية إذا 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 لا إذا لم تعزز عندهم قيمة الكرم، لا، الكل سيتضررون، ومن ثم المصلحة العامة تنشئ هذه القيم. أنا أقصد أنه ننظر الموضوع بطريقة تحليلية بجانبها الإيجابي وجانبها السلبي. الجانب السلبي أنه لا توجد دولة تحمي الناس،
يضطر الناس لحماية أنفسهم بأنفسهم، هذه ظاهرة سلبية أنتجت شيء إيجابي، أن إنسان قوي، إنسان غيور، إنسان شجاع، إنسان متدرب، إنسان فارس يعني يفتخر بالفروسية باستخدام السلاح إلى آخره. لو أخذنا مثلا كل الأشياء التي حتى مثلا المناطق إن صح التعبير مناطق الجذب، ليش مثلا واد غير ذي زرع؟ لأنه مثلا في النيل أو الفرات هذه مناطق عليها جذب، عليها تنافس، تتنافس عليها القوى العظمى، بينما الدعوة اختيرت في منطقة فقيرة يعني لا يفكر بها لا الروم ولا الفرس. فالفقر هنا والجذب والقحط وعدم وجود مياه، عدم وجود موارد يتنازع عليها، هذا كله مهد لشيء، مهد لاختيار الجزيرة العربية. من ثم نحن يجب أن ننظر الموضوع، إذا نظرنا الموضوع بطريقة وعظية شخص يريد أن يفتخر به مثلا بشيء ما فراح يبرز الجوانب الإيجابية مثلا النخوة والكرم والشجاعة وكذا، لكن الحقيقة الموضوع أوسع من هذا بكثير. الجانب الثقافي تدرون نحن أمة أمية، العرب كانوا أمة أمية. أسألكم هل هذه صفة إيجابية ولا سلبية؟ سلبية أكيد. هذه السلبية هي إيجابية بالنسبة للدعوة الجديدة، صح هذا الكلام؟ هي إيجابية بالنسبة لمن؟ للدعوة الجديدة. يعني بمعنى أنه بلاد فارس مشبعة بالفلسفات، بلاد الروم مشبعة بالفلسفات، مصر العراق مشبعة بالفلسفات. يعني لما يأتي الوحي بكل تأكيد هذا طبيعة البشر، ما يوجد شيء مثلا واحد يقول له سوي ديليت مثلا لكل المعلومات التي في رأسك، صعب. هاي ثقافات، هاي تصورات عن الكون والموت والحياة والإله والنبوة واليوم الآخر موجودة في بلاد فارس، موجودة في اليونان، موجودة في بلاد الروم، موجودة في مصر، موجودة بين الخرافة وبين الديانات المحرفة وبين وبين وبين. المجتمع الجزيرة العربية مجتمع بسيط، غير مثقف، غير واعي، غير ما عنده شيء، عنده بقايا من الإبراهيمية، بقايا من الخرافات الوثنية، وغير مؤصل أصلا. يعني العربي لا يستطيع حتى أن يدافع عن عقيدته. من ثم لما تأتي عقيدة جديدة راح تصادف مكانا خاليا، راح تكون صافية. ومن ثم شوفوا ليش الصحابة مثلا نقول دائما عقيدة الصحابة عقيدة صافية، ومتى بدأت العقيدة تختلط بالفلسفة؟ متى؟ بعد الفتوحات الإسلامية. ليش بعد الفتوحات الإسلامية؟ لأنه العقيدة الإسلامية اختلطت بعقائد وفلسفات عريقة في المنطقة. طيب لو اختار الله سبحانه وتعالى مثلا أرض العراق للبعثة، ولا أرض الشام للبعثة، ولا مصر، ولا فارس، ولا الروم، لكان نفس حملة العقيدة. هم أصلا إيش؟ هم أصلا عندهم ثقافات سابقة ومن الصعب أن يتخلصوا منها تماما. لكن ابن مكة ابن المدينة أصلا هو أمي، أصلا هو لم يطلع على الفلسفات الأخرى، وهذه سلبية كبيرة، لكنها بالنسبة للدعوة هي إيش؟ بالنسبة للدعوة هي إيجابية. أنا إخواني ضربت يعني إخواتي أيضا، أنا ضربت مثل هذا المثال حتى لما ترجعون الكتب فقه السيرة وتقارنون مثلا بين هذا الكلام وبين كتب فقه السيرة اللي تحاول أن تبرز أن الإنسان العربي كأنه إنسان ملائكي، وكأنه هو الوحيد المؤهل لحمل الدعوة، وكأنه أفضل من بقية البشر، وكأنه يعني ويبدأ. والحقيقة ليست كذلك، وإنما هي هنالك، نعم هنالك جملة من الإيجابيات نقر بها، هنالك جملة ضخمة من السلبيات، عدم وجود دولة، عدم وجود مدارس، عدم وجود ثقافة، عدم وجود علم، عدم وجود كذا، هذه سلبيات كبيرة. لكن هذه السلبيات الكبيرة ناسبت إيش؟ ناسبت قيام المشروع الجديد اللي هو الإسلام. في سؤال؟ ناخذ سؤال حول هذه النقطة إذا كان في سؤال مباشر سريع. تفضل شيخ. الصفاء يعني الصفاء الذهني للثقافة، يعني نحن الآن في محيطنا الإسلامي، كيف أطرح دعوة من خلال السيرة في محيطنا الإسلامي بتعدد اتجاهاته وفكره وفلسفاته وتصوراته؟ نعم، ومحاضرتنا اليوم كلها بنجاوب عن الإسلام. شلون أطرح دعوة جديدة للسيرة تنفعنا يعني؟ هو محاضرتنا لهذا الغرض، هو راح نحاول أنه نقدم شيء يعلمنا كيف نستطيع أن نقدم السيرة للناس بدون مشاكل. طيب
هذه مقدمات منهجية سريعة. مثلا السيرة النبوية بين القرآن والسنة. في مشكلة مثلا في تصور بعض الناس عن السيرة، هل هي سنة؟ هل هي من السنة؟ ولا هي غير السنة؟ أحد يساعدني؟ أحد يساعد أحد يساعد. هي من السنة ولا ليست من السنة؟ سنة العملية. تمام. هو الحقيقة شوف يا أخي، لا بعد إذا قلت هي ليست سنة. ليست سنة. ليست سنة. جميل. وإنما هي حركة سلوك، لأن في سنة اتباع، يعني ما يتعلق بالشرائع بالعبادات وبالعقيدة يعني، وفي السلوك اللي هو السلوك اليومي. في شيء يتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق، ده يدخل في إطار العبادة وحيحاسب عليه الفرد إذا خالفه. أما إذا الأمور بالسلوك اليومي فحسب الواقع. نعم جميل. هو إذا كنا نتكلم أخي عن سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمد لله شك نتكلم عن سنة، لأن تعريف السنة هو ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالفعل هو سنة، لكن حقيقة أن كتب السيرة أو حقيقة أن كتب السيرة هي ليست كلها أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مزج ما بين السنة الفعلية وبعض الأحيان القولية أيضا والتاريخ. لما يتكلم عن مرحلة مثلا، قد يتكلم مثلا عن كلام أبو جهل أبو لهب، يتكلم عن عدد المشركين كذا، عن تحرك مثلا قوات المشركين مثلا في معركة بدر. هو لا يجمع أقوال الرسول وأفعاله فقط، وإنما هي عملية يعني لها منهجية خاصة عن كتب السنة. يعني إذا نقصد كتب السنة يعني كتب الحديث، يعني مثلا كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب الترمذي، كتاب كذا، هذه لها منهجية في التأليف. كتب السيرة لها منهجية أخرى تستند إلى إيش؟ تستند إلى جمع السنة العملية في إطار معين، لكن في سياق تاريخي، في سياق تاريخي. ومن ثم أنا في تقديري أنه يحتاج لدراسة السيرة النبوية نحتاج إلى منهجيتين، منهجية المحدثين من ناحية ومنهجية المؤرخين من ناحية ثانية. كلامي واضح؟ منهجية المحدثين حتى نحكم على الرواية، ومنهجية المؤرخين لأنه مدخل دراسة السيرة هو مدخل تاريخي، هو يتكلم عن السيرة ما قبل حتى ما قبل الولادة، صح؟ قبل ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قبل البعثة، ويتكلم عن أحداث ليست بالضرورة أنه تكون هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم واحدة من الإشكالات التي تطرح هي قضية هل نحاكم السيرة إلى قواعد التاريخ أو نحاكم السيرة إلى قواعد المحدثين. فهمت علي؟ هذه منهجية أنا ما استطعت أن أجاب عليها الحين، لكن أنا أعتقد أن بعض نصوص السيرة النبوية يجب أن تحاكم بطريقة المحدثين، لكن غالب كتب السيرة يجب أن تحاكم بطريقة المؤرخين. إذا نظرنا للسياق التاريخي، التسلسل التاريخي، القراءة التاريخية، فيجب أن نخضع هذا الأمر لمن؟ لمنهجية المؤرخين. لكن لو جانا مثلا نص للرسول عليه الصلاة والسلام أو فعل معين تنبني عليه أحكام معينة، فلا، ما نكتفي بمنهجية المؤرخين، لابد أن نستند إلى منهجية المحدثين، لأن هذا راح يتحول إلى إيش؟ هذا يتحول إلى سنة بالأخير. طيب، أنا عندي تصور يعني في موضوع، طبعا نأخذ من الضوابط تأسيسها عناوين بس التحقيب الزمني، نجي إلى موضوع السيرة النبوية من القرآن والسنة. لاحظوا إخواني هذه المثلثين ونشوف المقارنة اللي بينهم، مقارنة اللي بينهم، وأين نضع السيرة النبوية من الناحية العملية الواقعية. لو واحد منكم الآن فتح القرآن الكريم وقرأه من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، طيب، ثم أغلق القرآن، ذهب إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مسلم بن أحمد أو مطلع الإمام مالك إلى آخره، وقرأها من الجلد للجلد، هل المواضيع نفس المواضيع؟ سؤال. هل الأوزان نفس الأوزان؟ لا. ليش؟ انتبهوا. السنة النبوية لماذا أصلاً وجدت؟ ليش الله سبحانه وتعالى ما نزل وحي واحد وخلاص؟ ليش نزل الوحيين صح التعبير؟ القرآن والسنة. ليش ما اكتفى بكتاب واحد ويفصل فيه؟ لأن وظيفة السنة هي غير وظيفة القرآن. وظيفة السنة هي غير وظيفة القرآن. بمعنى
أنه ما أجمله القرآن الكريم، يعني ما ورد مختصرا في القرآن الكريم، من الذي يفصله؟ جميل، السنة. يعني مثلا الآن أنا أتكلم عن الصلاة في القرآن الكريم، ماذا أجد؟ أقيم الصلاة بس، لا عدد الركعات، لا عدد السجدات، لا أحكام الصلاة، لا 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 لا, لا. ما عندي شيء مجمل. من الذي علمني الصلاة؟ السنة. جميل، هذا من حيث النتيجة ماذا سيكون عندي؟ سيكون أنه عندي عدد آيات، يعني مساحة الصلاة في القرآن الكريم راح تكون صغيرة جدا أمام مساحة الصلاة وين؟ في السنة، لأن طبيعي، لأن السنة هي مكلفة الآن بتفصيل أحكام الصلاة. طيب، لما تكلم مثلاً لما يتكلم القرآن عن أحكام الطهارة، الوضوء، التيمم، الغسل، مدري إيش، كم آية تتكلم عن الموضوع هذا؟ كم يعني؟ 4 آيات، 5 آيات، 10 آيات مثلاً. لما أذهب للسنة ماذا أجد؟ أجد الكثير. انتبهوا لي الآن، هذه قضية حساسة. الآن لو جبت شخص أخذ تصوراته الكلية عن الإسلام من خلال القرآن الكريم، ما هي الموازين التي في رأسه؟ سأجد في رأس هذا الشخص اهتمام بقصص النبيين والدولة المسلمة والدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي والمشروع الإسلامي وطريقة التعامل مع الأقوام، عاد وثمود ومصر وكذا والفراعنة، قصة القرآن، القصص القرآني، القصص القرآني في الأغلب ليس أحكام في الصلاة ولا أحكام في الطهارة ولا أحكام في الوضوء، وهو الذي أخذ المساحة الأوسع كلها في قضايا التغيير والدعوة والتبليغ وتغيير المجتمعات وإصلاح المجتمعات. يا جماعة، لو أن إنسان أخذ تصوراته الكلية عن الإسلام من خلال القرآن الكريم، أكيد شخصيته ستكون مختلفة عن ذلك الذي أخذ تصوراته الكلية عن الإسلام من خلال السنة. فهمتوا علي؟ هذا سيميل إلى التفاصيل في قضايا الطهارة والهيئات والسنن والنوافل، وهذا سيميل إلى إيش؟ إلى التغيير الاجتماعي والأمم والشعوب، لأن هذا الموضوع مختلف عن هذا الموضوع. يعني المواضيع التي طرحها القرآن الكريم من حيث الأوزان مختلفة عن المواضيع التي طرحتها إيش؟ السنة. هذا الاختلاف مقصود. ليش مقصود؟ لأن هو نوع من التكامل، يعني ما أجمله القرآن تفصله السنة. طيب، ما فصله القرآن؟ فهمت علي؟ يعني القرآن فصل قصة يوسف، فصل قصة نوح، فصل قصة إبراهيم، فصل قصة موسى. طيب ليش تجي السنة بعد الفصل؟ فاكتفى الرسول عليه الصلاة والسلام بما موجود من تفاصيل وين؟ في القرآن الكريم. صار عندي نوع من سميتها الهرمين المقلوبين من حيث الأوزان. يعني ما كانت مساحته كبيرة جدا في القرآن الكريم مثل قصص الأمم السابقة، قصص الدعوة، التغيير، الكذا، جاء مختصرا وين؟ في السنة. ما جاء مختصرا في القرآن جاء إيش؟ جاء موسعا في السنة. هذا ماذا سينعكس من الناحية التربوية؟ سينعكس أن الذي يبدأ بالسنة النبوية ويأخذ تصوراته عن الدين، عن الإسلام، ستكون صورة الإسلام في ذهنه معكوسة عن صورة الإنسان الذي أخذ تصوراته الكلية بداية منين؟ من القرآن الكريم. السؤال الآن، السيرة النبوية أين تقع؟ هل هي منهجيتها أقرب، لما نقرأ كتب السيرة أقرب إلى منهجية القرآن ولا إلى منهجية السنة؟ القرآن. القرآن، نعم. وذلك تشوفون مثلا قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية هي متناغمة أكثر مع قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة يوسف، قصة نوح، قصة كذا، يعني أمم وشعوب وحركة وهجرة ودعوة وصدام وصراع. فهمتوا علي؟ وبالتالي أنا من الناحية التربوية اللي أنصح به وفق هذه القاعدة، أنه لو يكون عند الشباب أريد أربيهم تربية إسلامية صحيحة، أقول لهم الآتي: أولاً ابدأوا بالقرآن، ومع القرآن السيرة النبوية، ثم بعد ذلك استعينوا بالسنة، ثم بعد ذلك استعينوا. يعني تتكون صورة الإسلام الكلية عندكم من خلال القرآن الكريم والسيرة النبوية لأنها بمنهجية واحدة، ثم إذا احتجتم أحكام تفصيلية، احتجتم تفاصيل، تلجون وين؟ تلجون. حتى المجتهد، أنا في تقديري، حتى المجتهد عليه أن يراعي هذا. وذلك لما نقرأ مثلا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من كتب عني غير القرآن فليمحه، ليس معناه أنها تقليل من شأن السنة، حاشا لله. السنة في عقيدتنا هي قرينة القرآن، صح الكلام؟ هي قرينة القرآن، بمعنى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن المسألة
بما نبدأ؟ نبدأ بالقرآن ثم السنة، ولا نبدأ بالسنة ثم القرآن؟ هل هذا السؤال يؤثر؟ نعم يؤثر. نعم إيش؟ يؤثر. يؤثر لأنه القرآن له وظيفة وضع الأسس، والسنة لها وظيفة بيان هذه الأسس، تفصيل الأحكام في هذه الأسس. والسيرة النبوية من هالناحية أقرب إلى القرآن الكريم. الآن أي سؤال؟ تفضل. جزاك الله خير. هذا ترى أنه الآن بعد اكتمال الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته، يعني أصبح القرآن بالكامل نزل وكذلك السنة، أننا متعبدين بهما بكليهما، وبالتالي يجب أن ننظر نظرة متوازنة، لا نقدم أحدهما على الآخر، كونه كلاهما يشكل الإسلام. أما الصورة الهرمية هذه فراعت يعني حالة التنزل، بحيث أنه كان القرآن وكذلك الأحاديث يعني تأتي أو تتنزل بناء على الأحداث، بناء على الأحداث يكون التنزل. أما أن نعود الآن كما بدأ وكأنه يعني نريد أن نعود لمسألة مرحلية، وهذه يعني قد تفتح باب لموضوع إسقاط بعض الأحكام الشرعية. فإحنا الآن الإسلام اكتمل، بما أن الإسلام اكتمل، الإسلام هو ليس القرآن وإنما القرآن والسنة معا، فكيف يعني جميل واضح. كيف يكون انه نبدا بالقران ونترك السنه وهي موجوده اصلا؟ واضح الفكره. اول شيء التنزل هو التنزل بالقران قبل السنه. التنزل اللي تقصده هو تنزل بالقران وليس السنه. والسنه يعني ايضا كانت مع الاحداث، يعني هي نفس الشيء. التنزل القران بالاحداث، تنزل الاحداث. فالكلام هذا ما له علاقه بالموضوع. هو الكلام اخي من الناحيه التربويه، من الناحيه التربويه لو ان انسان قرا القران الكريم، يعني الامه الاسلاميه اليوم لو قرات القران الكريم وتوافقت عليه ستكون عندها تصورات معينه عن الاسلام، ثم لما تنتقل إلى السنة، تنتقل للسنة راح تستفيد من السنة في فهم هذا القرآن. فهمت علي؟ الآن صورة الإنسان الذي قرأ سورة قرأ كتاب البخاري، أليس البخاري هو من أصح كتب السنة؟ بل هو أصح كتب السنة على الإطلاق، صح الكلام؟ طيب الآن أعطي، جرب أنت بمدرسة، أعطي الطلاب اثنين، واحد أعطيه القرآن الكريم وقل له يفهم القرآن الكريم بالكامل، وواحد أعطيه صحيح البخاري، هل صورة هذا عن الإسلام مثل صورة هذا عن الإسلام؟ ليس لأن البخاري مشكوك فيه، حاشا لله، تأكدنا هذا أنه السنة هي قرينة القرآن الكريم. أنا أتكلم من الناحية التربوية، من الذي يضع التصورات الكبرى والأسس الكبرى في ضمير المسلمين حتى يتوحدون في منهجية واحدة؟ مو يعني يأخرون مثلا سنوات أنه ينتظر أنه يفهم القرآن حتى يفهم السنة، لا لا، القضية قضية. لو أنا عندي منهج أبدأ، ولذلك أنا قلت أنه نبدأ بالقرآن والسيرة، يعني لأن السيرة تعينني على فهم القرآن فهما مباشرا. السنة النبوية لما تأتيني مثلا آية أقيموا الصلاة، أنا ما راح أنتظر 10 سنين حتى أفهم كيف أصلي، بس أنا راح أفهم بأنه إقامة الصلاة موجودة في القرآن الكريم، بس حقيقة أنا لا أستطيع أن أصلي إلا بعد أن أفهم إيش السنة النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من كتب عني غير القرآن فليمحه، ما كان يتكلم عن مرحلية تشريعية، لا، لأن القرآن أصلا بعد لم يكتمل. القرآن أصلاً نزل متدرج وليس السنة، فالسنة من باب أولى. لا، الكلام هذا كلام آخر. الآن هل تعتقد أن شخص يفهم القرآن الكريم ويفهم السيرة النبوية يأتي ويجادلك يقول لك أنتم ليش تدخلون الدين بسياسة؟ ليش؟ لأن القرآن يضع التصورات الكبرى، السيرة النبوية تضع التصورات ما تسمح له. طيب ما هي الهجرة؟ ما هي معركة بدر؟ لكن المشكلة لما يأتي مثلاً شخص يقرأ رياض الصالحين ممكن يسأل هذا السؤال ولا لا؟ لو افترضت أنه شاب أو رجل يعني بالمسجد قرأ رياض الصالحين بالكامل من البداية النهاية، نعم ممكن، نعم إذا اكتفى به، يعني إذا اكتفى به. وإحنا قلنا البداية، من الذي يضع الأسس؟ لا يجوز أن يقول لي شخص إن قراءة رياض الصالحين في البداية هي مساوية لقراءة القرآن الكريم في البداية، هذا خطأ تربوي. أنا أقول له يا أخي أنت قبل ما تقرأ رياض الصالحين اقرأ أول شيء القرآن الكريم، طيب اقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قرأناها جميعا كل المسلمين في العالم بهذه الطريقة، طيب مدارسنا الدينية نشطت هذا الموضوع. أخي أنا خريج مدرسة دينية عثمانية بالأصل، العصفية في اللجم معروفة، أنا أقسم لك أخي نحن أول ما بدأنا لا بالكتاب ولا بالسنة، أول ما بدأنا بالمتون وبالفقه وبأصول الفقه والمنطق والمدري إيش، وأخذنا تصوراتنا عن الدين الكلية بكل تأكيد هي مختلفة عن تصورات مسلم آخر يدرس في مدرسة أخرى وفي مدرسة أخرى. ولما تكلمهم يقول لك أخي إيه طبعا هذا الفقه الإسلامي منين جاء؟ هو من كتاب وسنة. يا أخي صحيح صحيح، بس لا، بس لازم نحتكم إلى منهجية في البناء. أنا لما أول ما أبدأ أقرأ مثل الغاية والتقريب وأقرأ الباجوري وشرح ابن قاسم أكيد تصوراتي عن الدين
الكتاب الوحيد اللي كان مقرر علينا في من السنة من السيرة، والله ما أذكر السيرة، كان عندنا موجز اسمه لباب الخيار، صغير جدا. من السنة كان رياض الصالحين، حتى نتوسع في شرح رياض الصالحين أعطانا كتاب اسمه دليل الفالحين من 4 مجلدات. وأنا أقسم لك لو طلاب العلم حفظوا 4 مجلدات هذه ما راح يتكون عندهم صورة الإسلام. ومن ثم لما يتخرج الشيخ يتخرج من المدرسة ويقول لك أخي أنت ليش تدخلون الإسلام بالسياسة كمثال ويعترض، هو من حقه، لأنه المواضيع التي غذي بها كتأصيل شرعي هي كلها بهذا الباب، باب الفقه. أنا أقول بأنه الفقه يجب أن يؤخر عن السنة، السنة يجب أن تؤخر عن القرآن من حيث التربية والتعليم وليس من حيث المكانة، فهمت علي؟ ليس من حيث المكانة. وفي بعض الأحيان طبعاً، مش في بعض الأحيان وإنما بكل تأكيد، أنا أحتاج المجتهد الآن، المجتهد الآن هذا مجتهد ليس طالب علم يتدرب، أنا أتكلم عن الذي التعليم التكوين. أما أنا بحاجة الآن إلى علماء ينظرون إلى القرآن والسنة والسيرة والفقه وأصول الفقه، ينظرون نظرة واحدة إذا كان هذا الذي تقصده، بحيث أنه لا يستطيع أن يؤجل. يعني مثل العالم، العالم المجتهد هو ليس من مصلحته أنه إيش؟ أنه يؤجل، لأن المواضيع يجب أن تؤخذ بشمولية. لكن نتكلم عن التعليم، ما الذي يتعلمه المسلم من دينه، من دينه أول. إذا توضحت الفكرة، ضابط التأسي. شيخ إذا تسمح لي بسؤال، الله يرضى عنك، في قضية الفصل التاريخي في السيرة النبوية اللي ذكرتها، يعني المدخل التاريخي. أي نعم، المدخل التاريخي وقضية هذا الفصل لما تجي الأحداث ذكر أبو سفيان وأبو جهل وما شابه ذلك، هذه الأحداث جاءت هي ضمن سياق السيرة، بمعنى يعني لو أردنا أن نفصل سياق السيرة في قصة حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة للمشركين مع امرأة ثم جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة، ترتب على هذا النص التاريخي حكم وواقع في السيرة النبوية أصبحت دلالة للأمة ومرشدة. قصة في فتح مكة، قصة العباس مع أبو سفيان، نص تاريخي انعكس على واقع السيرة النبوية وترتب عليه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قصة المشركين اللي اعترضوا أبو، يعني أنها كامثلة ونماذج أذكرها، اعترضوا أبو بكر الصديق قالوا أتدري ما فعل صاحبك؟ يقول أعرج بي للسماء وكذا، قال قالها فقد صدق، نزل الوحي يصدق أبو بكر ويسمى بالصديق. قصدي هنالك نص تاريخي انعكس على واقع السيرة النبوية فأصبح هو جزء، يعني كيف عملية هذا الفك بين هذا النص التاريخي وما والسيرة النبوية، يعني اللي هي من السنة النبوية. نعم، هذا موضوع علمي أخي دقيق. هو حتى مثلا قضية القرآن الكريم وأسباب النزول، أسباب النزول في الأخير هي روايات، طبعا لا يشترط أنه في كل حكم ثبت بالقرآن له أسباب نزول، كما أنه نحن لا نتوقف، يعني عرفنا أسباب النزول هذا شيء جيد، لم نعرف أسباب النزول لا نتوقف، هناك مداخل أخرى لفهم النص، صح الكلام؟ كذا أنواع دلالات ودلالات لفظية إلى آخره. والمقارنة بين مثلا النص وبقية النصوص، السياق القرآني اللفظي أو سياق السنة نفسه هو يحكم بالأخير، لكنه نعم تبقى أسباب النزول، أسباب النزول، حوادث السيرة التي ليست هي نصا من الله وليست نصا من رسول الله، هي محكومة بالسياق التاريخي وليس بسياق الروايات. حتى في بعض الأحيان تختلط عند بعض الشباب مشاكل، مثلا أنا راح أستعجل أذكر شيء جريء، مثلا أنه يقول لك هذا الحديث رواه البخاري. طيب ماشي، رواه البخاري بس عن من؟ إذا عن الرسول فهو خلاص هذا حديث، بس مرات البخاري في الحديث ولا يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال مثلا قالت السيدة عائشة، قالت السيدة عائشة مثلا تزوجني رسول الله وعمري 9 سنوات، السؤال بغض النظر عن الآن ما نريد نناقش الموضوع هذا من ناحية فقهية، بس أنا أسألكم سؤال، هذا قول السيدة عائشة ولا قول الرسول؟ يعني كون السيدة عائشة عمرها 9 سنوات هذا وحي من الله؟ هذا قول رسول الله؟ ولا هو تقدير عائشة لعمرها؟ اليوم بعض الشباب لا يفرق، يقول لك طالما هذا ورد في البخاري، أدري يا أخي ورد في البخاري صحيح، نسبة الرواية إلى السيدة عائشة صحيحة لأنه ما ورد في البخاري فهو صحيح، لكن كيف أتعامل مع قول السيدة عائشة نفسها؟ هل السيدة عائشة سمعت هذا من الوحي ولا هذا هو تقديرها؟ حتى مثلا عندي مثلا بعض الروايات حتى بالسيرة النبوية، مثلا عدد الفرس كان عددهم كذا، عدد الروم كان عددهم كذا، عدد المشركين كان عددهم كذا، طيب من الذي قال هذا الكلام؟ حتى هذا الخبر لو ورد في البخاري هو ليس قول الرسول، هذا تقدير الصحابي، صح الكلام؟ إذا لم يثبت عندي
إذا لم يثبت عندي أن الرسول هو الذي قال عليه الصلاة والسلام إن عدد المشركين مثلا كان 900 ولا 950، فهذا حتى لو ورد في البخاري، البخاري عن من ينقله؟ بسنده عن من؟ عن صحابي يقدر الموقف، هو ينظر إلى المشركين قدر عددهم بكذا، هو ما عنده قائمة أو سجل مثلا من التجنيد وجاب مثلا أسماءهم وقدر، هو أكيد تقدير بشري. فلو قال شخص مثلا والله أنا ما أعتقد مثلا أن مثلا عدد المشركين في مؤتة كان 150,000، ما عادي يعني، هو لم ينقض حديثا صحيحا، وإنما نقض إيش؟ نقض تقديرا بشريا يطالب بأنه يأتي بدليل. ولا طيب ما هو التقدير الذي أنت تراه؟ جيب لنا مثلا رواية ثانية، جيب لنا تقدير ثاني، لكن ما نأزم الموقف ونقول بأنه هذا يخالف البخاري. ما خالف البخاري، لأن هو يقول لك أن سند البخاري صحيح، لكن سند البخاري إلى من؟ ليس إلى الرسول، وإنما إلى إيش؟ وإنما إلى تقدير بشري. بالمناسبة كثير من حوادث السيرة هي ليست أقوال الرسول، الصحابي يحكي بها فعل الرسول، فما حكاه عن فعل الرسول فهو حجة إن صح السند، لأنه فعل الرسول سنة، صح الكلام؟ لا نفرق. لكنه ما حكاه عن 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 هو تقديره للأمور، عن حالة عامة، هو سمع أبا جهل قال كذا، هو سمع أبا لهب قال كذا، الصحابي. طيب هذا موضوع آخر، هذا موضوع يدخل في التاريخ ولا في السنة؟ يدخل في التاريخ. الإشكالية هنا يعني هل التاريخ خاضع منهج والسنة خاضع منهج؟ الخلط بيناتهم راح يخرب الموضوع. إذا تخضع التاريخ للمنهج جرح التعديل راح تنهي. وإذا تخضع السنة للمنهج التاريخي يعني هاي الفرز بيناتهم شلون؟ لا الفرق واضح الخير. نحن نقبلها تاريخياً. لما يجي الشخص مجتهد يريد يستنبط منها حكم شرعي نتوقف، نقول الأحكام الشرعية ما تأخذ من التاريخ، أنا ما عندي التاريخ مصدر تشريعي، صح الكلام؟ طيب أنا حتى أخذ مثلا الحكم من رواية تاريخية لا يصح، بس أعتبر بالتاريخ، أستفيد من التاريخ، لأنه ليس معنى ذلك أنه كل شيء هو ليس بوحي، معنى هو ليس بعلم. تدري الآن علم الطب هو ليس وحي، علم الفلك ليس وحي، صح الكلام؟ علم التاريخ ليس وحي، علم اللغات ليس وحي، الأدب العربي الأدب الإنجليزي ليست وحي، بس هذا لا يعني أنه طالما أنها ليست وحي أنه نحن لا نستفيد منها. فأنت لو تسألني مثلا ماذا نستفيد من التاريخ، أقول لك نعم 1, 2, 3, 10, 20، بس لا أستفيد من التاريخ حكما شرعيا. حتى أستفيد حكم شرعي أقول هذا حلال أو حرام لازم يكون عندي وحي. بس إحنا ممكن نفتح باب المناقشات، تفضل. قضية هاي المنهجية مدى قبولها على الساحة الإسلامية وشنو تأثيرها ممكن أن يكون يغير من الحال، يعني هذه المنهجية اللي تطرحها حضرتك دكتور، يعني في رأيك هل لديها قبول على الساحة الإسلامية بشكل عام، وتأثير هذه المنهجية في واقع الأمة؟ هو احنا بعد ما يعني ما ذكرنا كل تفاصيل المنهجيه، لكن اذا تقصد هذه القضيه التعامل مع القران والسنه والسيره مثلا وكتب الفقه والاجتهادات الفقهيه والتاريخ، انا اعتقد هي افكار بالاخير، لكن ضمير الامه من كل الطوائف، من ما اقصد طوائف اهل السنه والجماعه تحديدا، طيب من كل المذاهب من كل التوجهات، انا لا اعتقد هناك من ينازع في قضيه مصدريه القران الكريم، مصدريه الوحي، مصدريه السنه. المشكله اخي أنه لما تجي إلى الدرويش البسيط تقول له مثلا أنت هل تؤمن بالقرآن؟ يقول لك نعم، هو يقول صادق، هو لا يكذب، لكنه لا يفهم القرآن، صح؟ لما تقول له تعلم القرآن، أنا لا أعتقد أنه سيقول لك لا يقول لك لا. لما تقول له تعال تقرأ صحيح البخاري، هو لا يقول لك لا. المشكلة في الفهم، ومن ثم أنا أحيل بعض الأشياء بعض الخلافات إلى قضية عدم تفعيل هذه المنهجية فقط. ليس هناك مشكلة في أن المسلم يعتقد أن القرآن حق والوحي حق والسنة حق والسيرة حق، لكن المشكلة في تفعيلها وفي نشر الوعي على أساسها. وما أدري، أنا يمكن لقاء سابق ضربت لكم مثل، أنا ضحكت يعني وكان بودي أن اللي يصلي بجنبي يعني يتوعى حقيقة ما يسمع من القرآن. صلاة المغرب أظن في صار مرة في جامع الشاكر الضاحي بالفلوجة، لحد ما نذكر موقف، وجنبي رجل شابة وملتحي ولحيته خفيفة ووجهه والله مبروك وما عنده إشكال. الإمام يقرأ بالركعة الأولى والثانية صوت الفاتحة غير بصوت عالي، يمكن السماعة بعد لأنه شوية زحمة.
فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنا من هو الإمام؟ هذا صاحبي اللي بصفي يقول لك نستعين بك يا رسول الله. يعني هذا المشكلة وين؟ يعني هذا يعني مشكلتي معاه في أن هذا لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بمصدرية القرآن. مشكلتي وياه أنه هو مؤمن يمكن أكثر مني، ها، ويحترم القرآن يمكن أكثر مني، بس ما يفهم القرآن. فهمت عليه؟ هذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. حتى أنا ما صبرت يعني من الـ لأنه الموقف مضحك. هو كأنه يرد على الإمام، كان الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هو يقول نستعين بك يا رسول الله. أخي، حال الأمة بشكل عام مع الأسف الشديد هو هذا. أنا لا أتهم النوايا، لا أتهم الإيمان، لا أتهم الكذا، لا أتهمهم حتى مثلا. لا يوجد شخص يعني مسلم يقدم كلاما مهما كان على كلام الله أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله دكتور إذا مزحم يعني كل إن شاء الله الموجود هو يشاطرك هذه الهموم. يعني إحنا كليتنا هي وأهمنا هذا، بس إحنا يعني نتمنى أن يكون هذا ما أكو منهج. هذا هو التعليم، هو هذا اللي نريد أن يخرجنا من هذه المسؤولية. ما نعاني. تفضل شيخ. شريحة واسعة من الشباب، يعني اليوم الشباب يعاني معاناة كبيرة جدا. هم قسمين، إما مو مقتنع بالكلام اللي تطرحه كدين بالعموم، وإما مقتنع بس عنده مشكلة بالفهم. والمشكلة مو عند الشباب صراحة، المشكلة في قصور الخطاب الإسلامي. إذا ما أريد أكون ظالم لكل الجماعات الإسلامية العاملة، لأنه هناك هو كبيرة بين الشباب وبين الكبار. يعني صراحة يعني هالثورة المعلوماتية الكبيرة المسلطة على الشباب خلته بعيد. يعني مرات أنت تحس أنت في وادي والشباب اللي تدرسهم في وادي آخر. يعني يحتاج يعني منهجية، عمل، جلسات، لقاءات، قضية ترشيد خطابنا الإسلامي بحيث يكون ملائم لشريحة الشباب اللي غرقان بالثورة الكبيرة للمعلومات صراحة. وحتى بمسألة العقائد، يعني أنا قبل كم يوم كنت أدرس عقيدة الولاء والبراء اللي تكلمنا بها، رغم ما فيها من إشكالات كبيرة، بس أنا لاحظت عند الشباب أنه حتى هذه العقيدة مختفية. يعني هو صايرة جزئياً، أكو عقيدة الولاء والولاء بس لكل من هو معك ويقول بقولك، وأكو عقيدة البراء والبراء لكل من هو ليس معك ولا يقول بقولك. حقيقة هناك يعني مشكلة كبيرة في هذا الموضوع تحتاج، والسيرة مفتاح لهذه القضية. يعني يحتاج نركز على قضايا منهجية ونتعاون كثيراً في سبيل أنه يعني نساعد أنفسنا أولاً ونساعد الشباب على تخطي مرحلة يعني أنا أعتبرها مرحلة حساسة وحرجة جداً في تاريخ الأمة صراحة. ننتقل شوي، نعطيكم يعني بعدين مجال المناقشة التفصيلية أكثر إن شاء الله، مع أنه يعني تقديرنا لكل الملاحظات اللي تبدوها. ضوابط التأسي، عندنا مشكلة أيضاً من المؤمنين بالتأسي. شيخ علي، أنا ما راح أتكلم عن الذين هم لا يؤمنون بالتأسي، وإنما المؤمنون بالتأسي وهم غالب الأمة بالحقيقة. يعني فترة الأمة لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكيد يقول صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني ما عنده اعتراض. لكن المشكلة عنده هو يعني مثل هذا أخونا اللي يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويرد عليه بهذا السؤال. أولا، ملاحظة من ملحوظات الأخطاء المنهجية في 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 طريقة التأسي هو الخلط بين الثوابت والمتغيرات. مثال الحكم والأداة نموذجا. يعني مثلا يحكي على عهدته الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يقول كنت في باريس ورأيت شابا متدينا مسلما من أهل السنة والجماعة يحمل عصا، يمشي على عصا. قلت له يا أخي ليش تحمل عصا؟ قال لي أنه قرأت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل عصا. فهمت علي؟ الآن هو يفهم السنة أنه إيش؟ أن الرسول حمل عصا، إذن هو يحمل عصا. الرسول حج على ناقة، هذا عندي حكم الحج وحكم الناقة. الحج حكم، الناقة حكم، ولا أداة لتطبيق الحكم؟ الآن نحن لما نريد أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام نقتدي به بالأحكام ولا بالأدوات؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر، طيب، وتكلم كلام، خطب الجمعة. طيب أنا اليوم مثلا المنبر أحتاج ميكروفون، الميكروفون هذا من الأداة ولا من الأحكام؟ الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ذكر الخيل. الآن الخيل حكم واجب إعدادها ولا هي أداة؟ هي أداة. طيب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر،
رجالا وعلى كل ضامر، هذه حكم الأداة. وبالتالي كثير من المسلمين اليوم يحتاجون أن نفكك هذه الأشياء. أنا أقرأ النص في القرآن أو في السنة أو في السيرة طبعا، لابد أن أفصل ما بين إيش، ما بين الحكم وما بين الأداة. وأنا يمكن سابقا ذكرت مثال في هذه القاعة، أنه مثلا كيف تعامل علماء الأمة الأوائل مثلا مع حديث السواك، والإمام النووي يقول يجوز أن يستاك بالخرقة الخشنة. وليش يقول الخرقة الخشنة؟ لأنه فصل ما بين السواك وما بين الأراك، هو اعتبر الأراك أداة للسواك. السواك هو تنظيف الفم، والأراك هو أداة تنظيف الفم. معركة بين الشباب مرات تصير وحضرتها، أنه هل يجوز استخدام الفرشة مع الطبيب فرشة الأسنان ولا لا يجوز، معجون الأسنان هل هذه مناقضة للسواك؟ هي الحقيقة هي ليست أراك لكنها سواك بالنية، هي سواك كما قال الإمام أبو حنيفة والنووي وغيرهم وغيرهم أغلب علماء الأمة قالوا هذا الشيء. هذا نموذج. النموذج التفريق بين الفعل النبوي والفعل البشري. أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، قل إنما أنا بشر إيش مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. المساحتين عندي بشر مثلنا ويوحى إلي، هذه المساحة يجب أن لا تختلط ليش بهذه المساحة. هذه وين المشكلة؟ المشكلة لما يجيني مثلا حديث أنت تفهمه على أنه سنة، أنا أفهمه على أنه هذه صيغة بشرية، حياة بشرية. أضرب لكم مثال، كل شيء يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، هاي كقاعدة، هل هو مما أوحي إليه ولا هو من باب الاجتهاد؟ لأنه لا يمكن أن الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام انزل في هذا المكان ثم يقول أشيروا علي أيها الناس. إذا نزوله في هذا المكان مثل ما حصل في معركة بدر، نزول الرسول في هذا المكان إذا هو نزول اختيار بشري ولا اختيار إلهي؟ اختيار بشري. ليش اختيار بشري؟ لأنه لو كان اختيار إلهي، لو كان الله قال له، بغض النظر عن السؤال هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب كده، بغض النظر عن كل شيء، يعني هو الصحابي كان واعي للتفريق ما بين المساحة النبوية والمساحة البشرية في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو أي أصلا كيف يقول الرسول أشيروا علي أيها الناس في قضية أوحي إليه فيها؟ بمعنى أن الشورى كانت في الأدوات وليس في الأحكام، بمعنى أن الشورى في الأدوات وليس في الأحكام، في الإدارة، في مثل. فأنت لما تتكلم عن الشورى مثلا، تتكلم عن الشورى باعتبار أن الرسول لما يستشير الناس في شيء ما فأنت تجزم أن هذا الشيء ما ليس فيه وحي. هاي واحد. مثال آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلنا، تذكرون حديث الثوم، في رأي الثوم والبصل جمعهم، فقال بعض الصحابة ها حرمت، كما في مسلم وغير مسلم قال ها حرمت، يعني ماذا فهم من كلمة خبيثة؟ أنا حرم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، إنه ليس لي أن أحرم ما أحله الله أبدا، إنما ذلك شيء تكرهه نفسي. الآن تكرهه نفسي، هذا وحي ولا بشري؟ بشري. يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا. ورد أيضا مثلا في قضية الضب، أكل لحم الضب، قدم للرسول عليه الصلاة والسلام لحم ضب فأنفه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكله، يقول خالد فأخذت لحم الضب وأكلته. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد، نراك أكلت من الأقط والسمن والتمر ولم تأكل من الضب، أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، إنما ذلك شيء تعافه نفسي. الآن واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعطينا إيش؟ يعطينا المفتاح أن نميز بين إيش؟ أن نميز بين المساحتين، بين المساحة اللي هو يتعامل فيها كبشر، يركب على ناقة، ينام الظهر، ينام الصبح، حتى إدارته للحروب، يخلي فلان على الميمنة، فلان على الميسرة، يخلي ميمنة وميسرة، ينزل بالمكان الفلاني، يلبس الثوب الفلاني، يأكل الطعام الفلاني، هذا كله من الأشياء الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها أنها أشياء بشرية. الأصل فيها أنها أشياء بشرية. الأكل، الشرب، الطبخ، الركوب، البناء، شكل البناء، شكل البيت، شكل الفراش، هذا الأصل فيه، إلا إذا ورد إيش؟ إلا إذا ورد فيه ما، نعم، ما يرجح أن هذا تشريع. مثل أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قطعتين، واحدة من الذهب واحدة من الحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلو لإناثهم. هذا تشريع ولا جانب بشري؟ تشريع. ليش تشريع؟ لأنه قال حرام، قال حرام، بس هو ما قال عن الثوم حرام، ما قال عن الثوم حرام ولا قال عن الضب حرام. هذا نموذج آخر.
النموذج الثالث التفريق بين الشرعي التعبدي. وين دكتور عبد الناصر؟ يمكن هذا يجاوبك عن التفريق بين الشرعي. كنا نتناقش أنا ودكتور عبد الناصر قبل شوي حول الموضوع إيش الثوابت والمتغيرات. التفريق بين الشرعي التعبدي والشرعي غير التعبدي. انتبهوا إخواني، شرعي شرعي اتفقنا، الشرعي يعني إيش؟ يعني وحي. يعني إيش؟ وحي. الآن ثبات الشرعي الذي هو وحي، هل هو بمنزلة واحدة؟ ولا هو يختلف من أمر لأمر، من حكم لحكم، من مجال لمجال؟ راح أضرب لكم أمثلة. صلاة المغرب 3 ركعات، هذا تشريعي ولا لا؟ تشريعي. مدى إمكانية تحويل 3 ركعات إلى 4 ركعات؟ مستحيل. ليش؟ لأن هذا شرعي تعبدي يقصد به تجربة اختبار طاعة الإنسان لله سبحانه وتعالى. الكلام هذا واضح؟ طيب، الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، أيوة مسلمة، هذا تشريعي أيضا وحي ولا لا؟ وحي. وحي يعني طلب العلم فريضة، هو يقول فريضة. فريضة يعني إيش؟ فريضة يعني إيش؟ فرض، واجب، يعني تشريع. جميل. بس الرسول ما سوى جامعات. أنا سوي جامعة ولا ما سوي جامعة؟ التعليم، كل التعليم يخضع لمن؟ كل التعليم يخضع للتطوير. ليش؟ لأن التعليم مغيى، يعني مقصود الغاية، معروف ما هو الحكمة من تشريع التعليم. الأمر مثلا بالتداوي، أمر بالتداوي، لكنه أنا ما ملزم بنفس الطريقة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتداوى. وذلك يعني شوية حساسية معينة في قضية الطب النبوي. أنا لا أعتقد أن الطب النبوي هو منافس للطب الإنساني أو للطب العلمي أبدا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كل مجالات العلم والطب والاقتصاد والسياسة مثلا والتربية كلها التي هي معلومة المعنى، معلومة المقصد، فهي لا تعامل مثل معاملة الأشياء التعبدية التي نحن نتوقف عندها كما أمرنا الله. 3 ركعات لا نسأل أصلاً لماذا، صح الكلام؟ لا نسأل أصلاً لماذا. يوم العيد عيد، ما أخترع يوم عيد آخر ثالث. يوم عرفات يوم عرفات. الطواف بالكعبة 7 أشواط 7 أشواط، ما لا يجوز أنه هذا تتعامل مثل التعامل مثلاً مع أحكام التعليم أو أحكام السياسة أو أحكام العلاقات أو أحكام مثلاً الصحة أو أحكام، لا، هذا الشيء. هذا المقصود في كتب أصول الفقه، أن الأحكام المغيات والأحكام التي لا تدخل في غاية، أو في بعض الحين يقولون الأحكام المعللة والأحكام غير المعللة. الأحكام المعللة مثل تحريم الخمر، هذه معللة ولا لا؟ معللة. معللة، صح أنه الخمر كان مثلا شراب مصنوع من العنب ولا مصنوع من كذا ويؤدي إلى الإسكار، لكن العلة الإسكار. فأينما توفرت العلة، حتى لو بأشياء حبوب مثلا طاز ولا حبوب ولا شيء ثاني يحرم. تقول لي كيف تحرم شيء لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك لا، لأن هذه معللة. هذه إيش؟ معللة. يعني ليس عصير العنب ولا عصير الشعير هو المحرم، وإنما المحرم هو إيش؟ هو الإسكار. فأينما كان الإسكار فهو إيش؟ فهو محرم. بالتالي مثلا تحريم الخمر، هل هو من الأشياء التعبدية ولا من التشريع غير التعبدي؟ هو تشريع نعم، لكنه ليس من الأمور التعبدية، طالما خاضع للقياس وخاضع للعلة إلى آخره. ولذلك القياس نحن عندنا دائما، القياس كمصدر لمصادر الفقه الإسلامي، القياس يدخل في النوع الأول ولا الثاني؟ القياس لا يدخل في إيش؟ لا يدخل في القضايا التعبدية، لا يدخل في القضايا التعبدية. أنا لا أقيس على صلاة المغرب، لا أقيس على العيد، لا أقيس على عرفات، لا أقيس على مثل اليوم مثلا بعض الناس يسألون، يقول مثلا إحنا بالغرب من مصلحتنا أنه مثلا نصلي الجمعة يوم الأحد. هذا الكلام باطل، صح؟ لو في 100 مصلحة، لأن هذا ينقض إيش؟ ينقض نعم الأمر التعبدي. بس نكمل هذا، نفتح المجال. خصوصية النبوة، والله انتبهوا لي لهذه النقطة، الله يخليكم، لأن هذه النقطة حساسة وأخشى أن تفهم خطأ. دائما لما يتكلمون في مثلا في السنة النبوية والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وكذا، يقول لك يعني هناك أشياء خاصة برسول الله لا يجوز أن يقتدى بها، ويضربون أمثلة، مثالين 3 أمثلة. هذا المعتاد، الزواج بأكثر من 4 والوصال في الصوم، صح؟ هذا المعتاد. الوصال في الصوم الوصال في الصوم.
لكن يا جماعة في قضية أكبر. اليوم نحن نقع بمشكلة في هذا الجانب، في هذا الجانب أكبر كثير ما صورون مخاطرها. وإن شيخ علي أنت ذكرت المخاطر اللي يا أخي اليوم أنا أقرأ مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بدأ بالدعوة؟ بدأ بالأقربين، دعا من مثلا؟ دعا خديجة، دعا أبو بكر، دعا علي بن أبي طالب، دعا زيد، صاروا أربعة، الأربعة صاروا 40، 40 صاروا 400، بس كلهم حول من يتمحورون؟ حول الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو محور الدعوة، هو محور العمل الدعوي، هو محور الجماعة المؤمنة، هو محور الأمة، صح هذا الكلام؟ اليوم من حيث لا نشعر، لو أنا أردت أن أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام مع عدم ملاحظة الفارق بيني وبينه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، أنا سأكون أقع في الخطر الكبير، سأدمر الأمة، سأدمر الدعوة من حيث لا أشعر. كيف؟ أنا قلت مثلا أنا موجود في بلد اسمه بعيد شوي، أي بلد بعيد؟ ما حد موجود منا؟ سيراليون. طيب أنا أقول أريد أبدأ الدعوة بدولة ببلد اسمه سيراليون، دعيت 5، دعيت 50، دعيت 600، دعيت 1000، صار هؤلاء كلهم يتمحورون وين؟ حولي. أنا أروح أقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأطبقها عليهم، يعني أطبق عليهم إيش؟ أنا أتمثل موقع الرسول، أنا أجعل نفسي في موقع الرسول، والأمة هؤلاء حول من؟ أنا صرت رسول، أنت فهموني، يعني من حيث لا أشعر منحت لنفسي ميزات إيش؟ الرسول، السمع والطاعة والاحترام والتبجيل، صرت إيش؟ صرت نحو الرسول. اليوم كثير من مؤسسي الدعوات ينظر لهم من حيث لا يريدون ربما، أو من حيث بعض يعني أهل البدع والانحراف يريدون ذلك، ينظر لهم على أنهم يجب أن يكونوا محور الأمة تحت أي عنوان كان. هذا لا يجوز إخواني. أنا أقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنا أبشر بدعوته، بس أنا ليس شرطا أن الشخص الذي أدعوه يبقى تابعا لي، يمكن أنا أتبعه، يمكن هو يكون أعلم مني، صح هذا الكلام؟ يعني أنا وارد أنه أنا أبدأ الدعوة ثم يأتي مدعو فيكون أعلم مني بالدعوة، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد، بس في الرسول غير وارد. يعني الرسول لا يمكن أن يدعو شخص ويستجيب الشخص للدعوة ثم يكون أعلم بالدعوة من رسول الله، ولذلك يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هو من بدأ الدعوة، لكن تبقى له خصوصية أن الأمة يجب أن تتمحور حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ولا يجب عليها أن تتمحور حول أي شخص آخر مهما كان. حتى أبو بكر الصديق الأمة لم تتمحور حوله، عمر بن الخطاب لم تتمحور حوله، فهمت عليه؟ وذلك ما نقرأ في كتب التفسير المأثور، اقرأوا كتب مثلا تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، يقولون هذا رأي عمر وهذا رأي ابن مسعود، يعني ابن مسعود كان يتبع عمر بن الخطاب في تفسير الآية؟ ليس شرطا. خليفة المسلمين نعم هو محور في الإطار السياسي، لكن في الإطار الفقهي أو الشرعي أو الثقافي لا، هو لا يستطيع أن يلزم الناس. الذي يلزم الناس فقط هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم كثير من مؤسسي الدعوة في كثير من البلاد ينظر إليهم أنهم هؤلاء أصبحوا الوتد بالأحزاب الوضعية، يقولون القائد المؤسس، يبقى القائد المؤسس والقائد المؤسس، يبقى القائد المؤسس والمحور، يبقى القائد هذا الكلام لا وجود له في الإسلام، لا وجود له في الإسلام. حتى مثلا أبو حنيفة في الجانب الفقهي، في الجانب الفكري، أبو حنيفة نعم أسس المذهب الحنفي، لكن اقرأوا كتب الحنفية، في كثير من الأحيان أن المحققين داخل المذهب الحنفي يرجحون ما اتفق عليه الشيخان أبو يوسف ومحمد بن حسن على قول أبي حنيفة المؤسس، صح هذا الكلام؟ أبو حنيفة ما اليوم عندنا مشكلة أنه كل شخص بدأ بعمل معين، سواء عمل جهادي ولا عمل دعوي ولا عمل فكري ولا عمل خيري حتى، ولا ما دام هو الذي بدأ تكون له صلاحية إيش؟ أن يبقى هو محور الدعوة. طبعا هذا غير صحيح. هذا الذي أقصده بخصوصية النبوة في تأسيس الأمة وتكوينها، بمعنى أن الرسول هو وحده الذي أنيطت به مهمة تأسيس أمة، وأن هذه الأمة تبقى تتمحور حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نحن حتى موضوع مثلا الشيعة اليوم لما يقدسون في هذا الجانب، لما يقدسون مثلا الحسين رضي الله عنه وارضاه، نحن لسنا ضد الحسين، الحسين ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وسيد شباب أهل الجنة. المشكلة ليس، لكن كيف يقدم الحسين على رسول الله؟ كيف يقدم الحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقدم من كان؟ أبو حنيفة ولا مالك ولا الخلفاء الراشدون؟ من كان؟ من هذا الذي يقدم على رسول الله؟ من هذا الذي يعطى له صلاحية أن يكون هو محور الأمة بحيث الأمة تتوالى فيما بينها على إيش؟ على اتباع هذا الشخص أو إرادة هذا الشخص، لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا 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 ولا، وإنما كل إنسان آخر، كل إنسان آخر نجله ونحترمه بقدر ما يكون قريبا من قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حال الأسوة وحال المتأسي؟ هذه إشكالية أخرى، أن بعض الأحيان يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يتصرف باعتباره رجلا، لما تجي المرأة المسلمة تقرأ هذا الحديث لا يجوز لها أن تقتدي به، صح الكلام؟ يعني الرسول صاعد على المنبر وخطب خطبة الجمعة، المرأة تريد الآن أن تقتدي برسول الله تصعد على المنبر، وين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا أنها ما رأت أن هذا إيش؟ أن الرسول تصرف هذا التصرف باعتباره رجلا. في بعض الأحيان الرسول يتصرف باعتباره زوجا، باعتباره أبا، باعتباره معلما، باعتباره قاضيا، باعتباره أشياء كثيرة. كثير من الأشياء التي يشكو منها بعض الشباب شيخ علي، بعض الشباب يشكو منها يعني في اختلاط المفاهيم، هو في الحقيقة ليس اختلاط مفاهيم وإنما دائرة العمل. الرسول هنا تصرف كقائد عسكري وهنا تصرف كمعلم، ومعلوم أن مساحة التعليم غير مساحة إيش؟ العسكر. بعض الأحيان، بعض الأحيان الجماعات التربوية تربي أبنائها مثلا على مبدأ عسكري، يعني هو مبدأ عسكري، يعني قصة طالوت مثلا في القرآن الكريم هي تربية عسكرية ولا تربية دعوية؟ سؤال. طالوت كان يعد لأي شيء؟ خوض حرب ولا 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 تعليم فقه؟ يجي الأخ يرسخ في طلاب الدورة القرآنية، يرسخ فيهم السمع والطاعة على الطريقة الطالوتية. يا أخي الطريقة الطالوتية طريقة بناء جيش، الجيش بكل العالم مبني على السمع والطاعة، فهمت علي؟ أنت مبني على السمع والطاعة. يا أخي حلقة تعليم في الجامع زين، وأنت تربي عسكري جندي اسمع وطيع. طيب مرات مدارس ثقافية، يعني نسوي مثلا مؤسسة، شو يسموه يعني مؤسسة أكاديمية، الشيخ هنا لأنه هو رئيس المؤسسة يريد من الكل أن يسمعون ويطيعون ويقولون اقرأ قصة طالوت. يا أخي قصة طالوت جاءت لتربية عسكرية شيخ، ما تستشهد قصة طالوت الله يخليك زين قصة طالوت. فالتفريق بين المجالات، التفريق بين المجالات، أنه يا أخي أين أستخدم هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا من قال لعن الله شارب الخمر، هو يتكلم بأي مجال؟ تعليم صح؟ في العلم، العلم أمانة، المعلومة أمانة، مثل الطبيب الذي يقف في كلية الطب يدرس طلاب الطبية، هل يجوز لهم أن يغشهم في المعلومات؟ لا، يقول إيش؟ يقول هذا المرض نسبة الشفاء فيه كذا، خطره كذا، صح الكلام؟ لكن لما يروح بالعيادة وتجيه مريع عجوز وعندها نسبة خطورة، هل يجوز له أن يخفي عنها الخطورة ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن جزء من العلاج ممكن تكون. الرسول عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، ما يظهر من تناقض مثلا في بعض مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام في السيرة هي من هذا القبيل. الرسول لما قال لأحد الصحابة لما لعن شارب الخمر قال له مه، يعني اسكت أو اكفف، ما يدريك لعله يحب الله ورسوله. قاله في أي مجال؟ في مجال التعليم ولا في مجال الدعوة والإصلاح؟ دعوة وإصلاح. يعني أنا كداعية لسلوك، أنا كأستاذ جامعي في قاعة الدرس لسلوك ثاني، أنا كقاضي في المحكمة لسلوك ثالث. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذه الأشياء، مرة يمارسها كقاضي ومرة كمصلح ومرة كمعلم ومرة كقائد عسكري، ولكل ظرف ما يناسبه. يجي الأخ يقرأ الحديث يأخذه يقتطعه من السياق التاريخي والنبوي وكل شيء ومن المجال، ويروح يستشهد به في أي قضية من القضايا ويطبق على أي قضية من القضايا. طبعا بلا شك أن هذا إيش؟ بلا شك أن هذا خطأ في المنهجية عند المتعلمين قبل أن تكون غير المتعلمين. 5 دقائق للأسئلة، 10 دقائق ممكن شيخ نبدأ بال 10 دقائق، 10 دقائق أسئلة، أسئلة حوارات أفكار اعتراضات، بس لا سبوش، بس في 10 دقائق وراح نصلي. تفضل شيخ. جزاك الله خير دكتور. طبعا حقيقة بالنقطة اللي ذكرتها حول مسألة خصوصية النبوة في تكوين الأمة وتأسيسها، يعني حقيقة ما أعرف، أنا أحب يعني أسألك إذا استمرنا في الضخ بهذا الاتجاه بأنه
لابد أن لا تكون هناك رمزية معينة لأحد الدعاة أو العلماء. يعني برأيك دكتور هذا هل سيجرنا فيما بعد إلى انتزاع الرمزية وما يترتب على انتزاع الرمزية؟ ونحن نعلم جميعا أن يعني خاصة المجتمع العراقي بحاجة إلى رمز يعني على الأقل يتمحور حوله الناس، ونحن نفقد هذا الأمر كثيرا. الضخ بهذا الاتجاه سوف يعني خصوصا إذا باتجاه عامة الناس بدينا نضخ بهذا المسار، راح ينزع منهم القناعة بضرورة وجود رمز يلتفون حوله. لا، أنت أخي تتكلم عن شيء ثاني. بل إحنا لو نأخذ موضوع مثلا فقه الهوية راح نشوف التركيز على ضرورة وجود رموز. يعني أنا لا أدرس مثلا طلاب عن صلاح الدين أيوبي كما درسوا عن شخص آخر، لأن التعامل مع الرموز ضروري. فهمت علي؟ عمر بن الخطاب رمز، خالد بن الوليد رمز، فهمت علي؟ ليس هذا المقصود. المقصود أنه أنت الآن تمارس دعوة، مثلا الإمام البنا حسن البنا بدأ بدعوة، هل ينظر له على أنه هو محور الدعوة الإسلامية، ولا ممكن أن يكون في أتباعه من هو أفقه منه، من هو أعلم منه، من هو مثل؟ ممكن. هذا لو بالعكس أخي، هذا هو الذي سيحد من حالة التعصب والتفرق بين الجماعات. حينما مثلا أنا أنتسب لجماعة وبنفس الوقت أنا مقتنع بأنه ممكن أن يكون في الجماعة الثانية من هو أعلم من شيخي، هذه ظاهرة إيجابية ولا ظاهرة سلبية؟ بس هذا ليس لا يعني أن نهضم حقوق الناس، أن نقتل الرمزية ونساوي بين العلماء وغير العلماء، لأن الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت أخي لو شفت أنه سبب من أسباب التعصب ما هو؟ أن مثلا الشاب الذي ينتسب إلى جماعة حسن البنا هو حتى يمكن لم يقرأ كل مقالات حسن البنا، لكن أقنع بأن حسن البنا ليس له مثيل، فهمت علي؟ في جماعة أخرى لا، عندها مثلا شيخ ابن باز أو ابن عثيمين، أو جماعة أخرى عندها أبو العلاء المودودي، أو مثلا سعيد النورسي في تركيا، أو أي أربكان. هؤلاء أخي مشكلة أن الأتباع هؤلاء من ناحية هم يحتاجون إلى ضخ الالتزام حتى يكون هناك حزمة، فهمت علي؟ ومن ناحية ثانية إحنا لن ننتبه أن هذه إن لم تكن مرتبطة برسول الله عليه الصلاة والسلام ستشكل أمم، ليس أمة واحدة، يعني مفهوم الأمة الواحدة سيضيع. بينما مثلا أقول لك احترام الأحناف لأبي حنيفة هذا شيء إيجابي ولا لا؟ لكن ما هو نظرتهم للشافعية؟ هذا معيار. إذا كان ينظرون إلى أبو حنيفة هو محور الأمة هذا لا يجوز، لأنه سيكونون في صراع دائم مع الشافعية. شوف الشافعي أخي هو أسس مذهب، صح الكلام؟ ومذهبين، حتى مو مذهب واحد، مذهب قديم ومذهب جديد. ومع هذا هو الشافعي هو الذي يقول لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة. يعني هو كونه يحترم أبا حنيفة كرمز فقهي عظيم، بس هو لم يكن جزء، يعني لم تنصهر شخصيته بشخصية أبي حنيفة. اليوم نحن الشباب نحتاج منهم الآتي، أنه يحترمون مفكريهم، يحترمون علماءهم، قادتهم، رموزهم، رموز الأمة، تاريخهم، تراثهم، بنفس الوقت ألا ينصهروا تماما بحيث تذوب شخصياتهم، فهو لا يفكر ولا يسأل ولا ولا ولا، فهمت علي؟ ثم الخطورة الكبرى في قضية أخي أن كل واحد ينظر لجماعته على أنها هي الأمة. متى ينظر لها على أنها هي الأمة؟ لما يعتقد أن شيخه أو مؤسس جماعته هو الوريث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثم شفت أنا مثلا بعض الطرق الصوفية كل طريقة، يعني مرات عددهم يمكن 100-200 شخص في داخلهم يتربون على أن شيخهم هو الوارث لرسول الله، الوارث. تعرف ماذا كانت الوارث؟ يعني إيش؟ يعني الأمة يجب عليها إيش؟ أن تتبع. ومرة أحد الطرق في حلب، ماشي إخواننا السوريين، ما راح أذكر الاسم حتى ما تزعلون، الطريقة في حلب أنا أسأل شيخ من شيوخ يعني البارزين في هالطريق، أسأل عن شيخهم، يعني يقول لا الحمد لله والله شيخنا يحب أمة محمد ويحب المسلمين، ولما مات ما مات إلا هو سامح جميع أمة محمد. قلت له سامحهم على إيش؟ قال هو مو وارث لرسول الله، مو المفروض أنهم كلهم يتبعوه، زين، بس الحمد لله أنه هو يعني قدر جهلهم وقدر هذا. يعتقد أنه بما أن الشيخ هذا بدأ الدعوة وبدأ التعليم ورب الناس، فإذا هذا هو إيش؟ وارث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة هذه الفكرة بالأساس أخي تضخمت جدا عند الشيعة، ولما تقرأ الحكومة الإسلامية للخميني هو بالأساس ينطلق من هذه الفكرة، ينطلق من فكرة أن العلماء ورثة الأنبياء، يعني يرتكز على هذا الحديث ويقول بأنه طالما الآن لا يوجد أنبياء إذن موجود إيش؟ علماء.
العالم هو الذي يرث مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، بمعنى أن الأمة يعني الآخر، وهذه ولاية الفقيه وكذا جاءت لنا. ولاية الفقيه مصرح بها عند الشيعة بشكل واضح بالأخير، هي موجودة عند بعض جماعاتنا مع الأسف الشديد، وإن لم يصرح بها. لم يصرح بها. أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ نسمع من الأخوات؟ الأخوات واحدة منكم تفضل. نعم. جيد جدا، يعني يتطرق الى دراسه السيره النبويه من زوايا مختلفه وجديده، رغم انه لها تحديدا بامور الجهاد راي خاص، يعني ليس على المذهب العام يعني، لكن الكتاب جدا مفيد. جزاك الله خير. انا يعني اذا اذكر مثلا، انا استفدت شخصيا كثيرا من كتابات ايضا منير الغضبان في بعض جوانب السيره. نعم، يعني له قراءه تحليليه ممتازة جدا في السيرة، لكن لم أقرأ كتابا شاملا يجمع منهجية السيرة النبوية حتى تقدم للأمة على سبيل الاقتداء بشكل كامل. يعني مثلا المنهج التربوي، المنهج الحركي، ممكن يكتب في المنهج السياسي إلى آخر، لكنه ما وجدت مثلا كتابا شاملا في السيرة النبوية يقدم. نعم. أي سؤال آخر ولا نروح نصلي؟ تفضل شيخ. الله يبارك فيك دكتورنا وشيخنا. أنا أريد أسأل سؤال، شلون نحصن الشباب انه ما يكون اتباعهم للرمز وانما يكون اتباعهم للفكر؟ يعني احنا صارت عندنا احداث هوايه بالعراق، يعني كثير من الرموز قبل سقوط بغداد كانت بالنسبه لنا علامات حمر او خطوط حمر، يعني فلما دخلوا في معترك السياسه بعد السقوط انهارت كثيرا من الرموز. هاي سببت فد يعني تقدر تقول صدع عند كثير من الشباب، انه هو هذا الرمز انهار شخصيا بس الفكر ما انهار، بس الخلط اللي احنا تربينا عليه في التسعينات والثمانينات انه كان الرمز هو يمثل الفكر والفكر مدمج بالرمز، فما صار عندنا هذا الفصل. فلما نشوف يعني هسه حاليا احنا انتبهنا الى امور كثيره، ممكن الرمز يكون مصطنع، ممكن يكون الرمز مدسوس، ممكن كثير من هاي الأمور مخترق أو هو تراجع عن بعض المبادئ لسبب كونه بشر. بس اللي تربينا عليه بطبيعتنا العائلية والعشائرية أنه الرمز هو رمز وهو يجب أن يتبع، فهاي شلون نحصن بها أنفسنا على مود نقدر نعكسها باتجاه شبابنا وباتجاه فتياننا وباتجاه أسرتنا، انه أنا شلون احصن اهلي وناسي بان يكون الرمز هو ليس هو الاساس، وانما الاساس لازم يكون شيء اخر. هاي المفاضله او هاي المقارنه وين؟ لان احنا الرده الحقيقه اللي صارت بالشارع العراقي وكثير من الشباب، وهسه اشوفهم يعني يمكن اذا تروح للعراق يعني الشباب بالمساجد يكاد يكونوا على عدد الاصابع، انه ارتدوا بسبب انه الكثير من الرموز انحرفوا عن المسار الحقيقي ودخلوا في مداخلات الدنيا وحساب الأرباح وعلى كثير من الأمور. على كل أخي، يعني هذا السؤال يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة، بس يعني باختصار أنه هو في تشكيل العقيدة الصحيحة عند المسلم أنه هو علاقته في الحقيقة هي علاقة ثنائية بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى. يعني أنا نعم، هو في الحقيقة قضية الرمز وقضية محبة الأشخاص، حتى بر الوالدين، طاعة الوالدين، طاعة العالم، طاعة الفقيه، احترام الفقيه، كل هذه في الحقيقة يجب أن تكون في أحجامها اللي المناسبة من الناحية الشرعية. عدم الغلو، عدم وجود حالة من لأنه هو متى تتولد الصدمة خاصة عند العراقيين؟ أنا أعرف مثلا كثير من الشباب العراقي شباب عاطفي، وممكن هو يتغير، يعني ممكن الشباب بعد فترة يكتشفون أنهم هم كانوا على خطأ. يعني أنا أذكر مثلا، وهذا يعني يعرفوه أخوان العراقيين بشكل واضح، كان الشيخ صبح الهيتي رحمة الله عليه كان له اجتهاد معين في الوقوف مع صدام ضد الإيران وضد معروف القصة، وبالغ في هذه القصة، سقط في عيون كثير من الشباب، شباب المساجد، وصار ينكتون عليه ويقولوا الكلام كذا. اليوم أنا أتصور كثير من ذلك الشباب زين الآن انقلبت الصورة واكتشفوا لا، بأنه هذا ممكن يكون باب من أبواب الاجتهاد. هذه واحدة. شيء الآخر أخي، أن صورة الرمز عند الشباب العراقي بالذات كأنه هو ملك،
كأنه لا ينبغي أن يجتهد، في حين أن القضايا السياسية بشكل عام، لأن أغلب السقوط صار أو الارتباك صار في العمل السياسي. أنت تعرف أخي، العمل السياسي هو ليس نصوص، يعني ليس نصوص مقدسة، هو اجتهاد وتقديرات. فممكن أن شخص مثلا يقول كلاما يرى رأيا في قضية سياسية، طيب هو لو كانت القضية السياسية هذه قضية نصية ليش نختلف؟ ليش قبل بداية المحاضرة للاستكمال الأسئلة ونبدأ المحاضرة لاحقا؟ طيب إذا تسمحون بس حتى نصلي. السلام عليكم.